وفي خبرنا الأخير، قانون الأحوال الشخصية الجديد محل تداول العديد، وذلك لأنه ينصف الجميع على حد سواء، وهو يرسخ نقطة مهمة وهي أن الحقوق يقابلها واجبات. عن هذا القانون يسعدنا أن ينضم لنا للحديث بتفاصيل أكثر المستشار القانوني والمحكم القضائي الأستاذ محمد الوهيبي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. بداية، لو تعطينا نبذة عن ملامح النظام الجديد للأحوال الشخصية وأبرز مضامينه. بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا القرار هذا احنا بالنسبه لنا كقانونيين وللمجتمع بشكل كبير، يمكن من امس شفنا فيه زخم كبير جدا في مواقع السوشيال ميديا وانتفاضه، يعني لانه المملكه العربيه السعوديه ترى هذا النظام ما هو نظام محدث او ما هو نظام معدل، هو نظام جديد، بمعنى انه ما كان عندنا نظام للاحوال الشخصيه. فكانت النزاعات الاسريه بشكل كامل، من تركات، من مشاكل في الوصاية، من مشاكل في الزواج، في الطلاق، في الحضانة، في النفقة، كانت كلها تقديرية تعود إلى القاضي وفقا للشريعة الإسلامية والأعراف على حسب المنطقة. الآن أصبح لدينا نظام محدد وواضح ويعامل الجميع سواسية. شفنا يمكن بعض المنصات الإعلامية، أنا أشوفها منصات غير مهنية، أمس يعني بدأت تظهر بصيغة تحريض طرف على آخر، أنه والله تم إصدار نظام ينصف فلان على فلانة، فلانة على فلان، أو الرجل على المرأة، أو المرأة على الرجل. لا يوجد تشريع في المملكة العربية السعودية يميز بين رجل وبين امرأة، ولكن هو يوضح الحقوق والواجبات بين الزوجين، الحقوق والواجبات بين الأب والابن، بين الأب والبنت، بين البنت والأب. بس ما نقدر ننكر أستاذ محمد أنه كانت هناك في بعض الحالات فيها مساومة، خصوصا في موضوع الحضانة. أطلقك ما تشوفي أولادك، تبغى تشوفي أولادك تجلسي ما أدريش تسوي. ممتاز. هل هذه المساومة كانت تحت مظلة نظامية أو قضائية؟ لا. لو لجأت المرأة إلى القضاء وقالت أنه يساومني يحاسب. طيب بس كيف تثبت المرأة أنه هو قاعد يساومها؟ يمكن يجي قدام القاضي يقول لك أنا ما ساومتها وهي غير مقتدرة. يا سلام. إنها هي يا سلام. عشان كذا جاء نظام قبل نظام الأحوال الشخصية، وش كان اسمه؟ نظام الإثبات. نظام الإثبات أعطاك الحرية بكافة طرق الإثبات، الإلكترونية والشهود والقرائن والأدلة، كل شيء ممكن تستخدميه لإثبات أي تعدي حدث فهو ممكن أو متاح استخدامه أمام القضاء. الجميل في النظام هو أنه وضع أطر أساسية لشكل الأسرة اللي هي أصل المجتمع ونواة المجتمع، حتى لا يكون هناك ضرر على أي من الأطراف. إذا كانت عائلة فيها أب غير سوي، فهذا النظام يحمي الأم أو يحمي الزوجة ويحمي أطفالها. إذا كانت الأم غير سوية، فهو يحمي الأب ويحمي أطفاله. إذا كان يعني أي أحد من أفراد الأسرة غير سوي، فهناك إطار قانوني أو غطاء قانوني يحمي الأفراد من الضرر. بالإضافة أيضا حتى لموضوع الحضانة، يعني حسب موضوع الحضانة فيما يخص الحضانة، أنه حسب مصلحة المحظون، على حسب البيئة، حسب المدينة، حسب المنطقة. يعني لما أنا أجي مثلا يكون في إمكانية أن أنا أدرس ابني في منطقة متطورة مثلا مثل الرياض، غير لما تكون مثلا في محافظة صغيرة. صحيح. مستوى التعليم يختلف. كل هذه الأمور تم حسمها في النظام. وأيضا كان هناك تعميم في السابق صادر من وزارة العدل بعدم زواج القاصرات اللي هم دون الكم؟ 18 سنة. الآن أصبحت نظام، يعني تم النص عليها في النظام لذلك. أيضا حل النظام كثير من الأمور، منها فترة الخطبة، يعني مسك موضوع العلاقة الزوجية من يوم الواحد يفكر يبغى يتزوج. يعني الواحد لسه فكر يبغى يتزوج، فهو شو يسوي؟ يروح يخطب. حط الضوابط للخطبة، حط الضوابط لعقد النكاح اللي هو عقد القران، حط الضوابط بعد الدخول اللي هي بعد ليلة الدخلة، وحط الضوابط في حال نشوء خلاف، سواء كان السبب من الزوجة، السبب من الزوج، خلع عفوا أو فسخ عقد نكاح أو إبطال عقد النكاح، ممكن يكون العقد باطل. كل هذه الأمور وضعها النظام وحددها بشكل واضح، حتى الأشياء التي تعطى للزوجة والأشياء التي تعطى للزوج من هذا القبيل. الهدايا والحاجات دي، مو الهدايا وبس، يعني انا امس اشوف انه يقول لك خلاص المراه الان ما هي مجبره انها تصرف على البيت او تنفق على البيت. طب هو من اول من زمان الملزم بالنفقه الرجل. وش هي النفقه؟
ان الزوج يجي يقول لك خذي هذه فلوس؟ لا، اللي هو لا. المنزل ولا المأكل والمشرب والمسكن والملبس، هذه الاربع اشياء اللي ملزم فيها الزوج، ما هو ملزم انه يجي يقول لك خذي هذا مبلغ نقدي. اذا ساهمت الزوجه بطوعها وباختيارها ما حد يقدر يقول شيء، ولكن في المقابل لا يستطيع الزوج يجي يقول لها والله لا انت موظفه والله وراتبك كذا ادفعي. لا، هنا لا يحق له نظاما. الآن صارت نظاما، أول كانت شرعا، الآن صارت شرعا ونظاما، أنه لا يحق له إجبارها بالإنفاق داخل الأسرة، بالإضافة أيضا لإعادة المهر وإعادة الشبكة والأشياء التي تقدم مع المهر. يعني في مفهوم شوي مقتصر عند بعض الأشخاص أن المهر هو المبلغ النقدي فقط الذي يدفع، وهذا غير صحيح. المهر هو أي شيء يقدم بهدف الزواج. طيب لحظة أستاذ محمد، أنا هنا في نقطة صح يعني أبي أفهمها شوي. يعني هل الشخص، هل الهدية تنطلق؟ في فرق، أنا قلت الهدية شيء بس لحظة والمهر شيء. عشان بعض الناس المهر مكتوب في عقد القران يا أستاذ محمد، مكتوب أنه مهر قدره 50,000 ريال فقط، ما هو مكتوب مهر زائد طقم ألماس زائد ساعة. العرف إيش يقول؟ العرف يقول أنه المهر يقدم معاه ذهب، إذا تم تقديم الذهب أو المجوهرات هذه منفصلة، يعني بعد الزواج مثلا بأسبوعين، بعد الملكة عفوا بأسبوعين أو بثلاثة أو بأربعة، نعم إذا كانت مقدمة مع المهر فهي تعتد من ضمن المهر، فهي تعتد، والدليل أنها حق للمرأة، ما يقدر الرجال يرجع فيه. يعني هل يستطيع الرجل أنه طول ما هي على ذمته مثلا يجي يقول لها إيه صح في الذهب اللي أنا جبت لك إياه مع المهر أعطيني إياه؟ في رجال كذا، في رجال كذا، ولكن الشرع ما يقول كذا. يعني أنا أمس قاعدة أشوف بسبة الصجة اللي صارت، فقاعدة أقرأ الكومنتات وهذه الأشياء، فيقول لك أنه واحدة من البنات صاير وقت الخطبة هي وياه يطلعون مطاعم، فجمع الفواتير وقال هذه الفواتير ادفعوها حقتي أنا وأختكم، أنه أنا كنت وقت الخطبة أطلع أنا وياها. ما يحق له. طيب فصاير لبس ليس الموضوع. كل ما يدعي به الشخص، ليس كل ما يدعي به الشخص هو حق له. أي شخص يحق له أن يروح المحكمة ويطالب يقول إيه أنا جبت لها مثلا ساعة بالمبلغ الفلاني. إيه بإرادتك أنت أهديتها إياها. صح. ففي فرق بين الجزئيتين، لكن اللي إحنا المهم اللي إحنا نبغى نوصله للناس جزئية مهمة جدا. دائما ترى أنتم تتحملون على أنه دائما الغلط من الرجل. لا بالعكس، ترى في قضايا إحنا تمر علينا المرأة. والله العظيم يتم استغلال الرجل من الألف إلى الياء، لدرجة الواحد يقول في بشر كذا؟ في ناس تتاجر ببناتها بهالشكل؟ في ناس تستخدم هالأساليب للتحايل علشان مهر ولا علشان قطعة ذهب عشان ضمان اجتماعي؟ بالضبط، هذه بعض من ضمن الكومنتات اللي أنا أمس صراحة صعقتني، إنه واحدة تبي تتزوج وتبي تتطلق وما رجعت المهر عشان تبي تدخل بالضمان الاجتماعي، وفي رجال يروح يبغى يتزوج علشان يروح ياخذ القرض الزواج. يعني كل واحد ونيته. طيب أستاذ محمد، يمكن السؤال اللي يطرح نفسه هنا، متى سيتم تطبيق هذا النظام، وهل حيكون شامل لهذا النظام التكاليف القضائية أيضا؟ ممتاز. السؤال الأول يتم الإجابة عليه من خلال نشر النظام إن شاء الله، أنه سينشر يوم الجمعة القادمة في صحيفة أم القرى، هي التي ستحدد تاريخ البدء في النظام، ولكن مبدئيا على حسب يعني معرفتي إن شاء الله أنه راح يكون خلال 90 يوم من النشر، ولكن المعلومة الأكيدة والدقيقة ستوضح لنا يوم الجمعة بإذن الله في صحيفة أم القرى. أما فيما يخص التكاليف القضائية، نظام التكاليف القضائية إن شاء الله راح يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد القادم، وهو لا يشمل قضايا الأحوال الشخصية، ولكن في المقابل يشمل التنفيذ إذا كان في تنفيذ على مبالغ مالية. بالنسبة لموضوع الأحوال الشخصية، بس توضيح سريع جدا، الأحوال الشخصية الشيء اللي بين الزوجين، بمعنى لو كان في دين بين الزوجين هو ما يدخل في الأحوال الشخصية، هي مطالبة دين عادي فهي في المحكمة العامة هي ويتم المطالبة بها، وهذه تدخل طبعا ضمن التكاليف القضائية. ولكن الذي ينظر داخل محاكم الأحوال الشخصية بين الزوجين فيما يخص الصداق اللي هو المهر وملحقات المهر، عشان لا تحسبين اني نسيتها، وملحقات المهر والنفقة السابقة والمستقبلية وأجرة السكن وأجرة الرضاعة، كل هذه الأمور المالية التي تخص العلاقة الزوجية تنظر في محاكم الأحوال الشخصية. آخر معلومة، أحس أن الوقت انتهى، بالنسبة لموضوع أيضا مهم جدا تم إثارته في النظام، هو موضوع إثبات النسب. لا يمكن الطعن بالنسب بعد إثباته، يعني بمعنى أن الرجل متزوج وأنجبت الزوجة على فراش الزوجية، ما يصلح يجي يقول لا تعالوا أبغى أتأكد هو ابني أو ما هو بابني، طالما أنه نسب له فالموضوع طبعا أصبح منتهي. ممتاز ممتاز. طيب أستاذ محمد، لو بسألك سؤال سريع، العقوبة كل واحد يهمل تطبيق هذه الأشياء ممتاز. والأنظمة، النظام أعطاك حقوق وواجبات،
المهم جدا هو انك انت قبل لا تطالبي بحقوقك تاكدي هل انت قمتي بواجباتك. بمعنى الزوج لما يجي يقول والله مثلا انا زوجتي ناشز او ما تطيعني او الى اخره، طب هل انت انفقت؟ هل انت عاشرتها بالمعروف؟ هل انت رعيت اطفالك ولا لا؟ هذا السؤال الذي يجب انه ينطبق. فبالتالي يجب علينا انه احنا اول شيء نعرف وش واجباتنا حتى نستطيع ان نطالب بحقوقنا. لن يعطيك النظام حقوق دون ان تقوم بالواجبات. العقوبات على حسب تختلف، إذا كان المتضرر فيها الطفل فطبعا نظام حماية الطفل موجود وهو الذي يحاسب، وقد ترتقي إلى واقعة جزائية أو بمعنى أسهل أو مبسط واقعة جنائية، إذا كان فيها ابتزاز للأم بالأطفال، إذا كان فيها تهديد لحياة الأطفال، إذا كان فيها تقصير من أحد الأبوين نتج عنه إهمال للطفل أنه ما دخل مدرسة، تعرض للخطورة، تعاطى مخدرات بسبب الإهمال، كل هذه الأمور قد ترتقي إلى واقعة جنائية مسؤول عنها الاثنين في حال أنهم كانوا مرتبطين. في حال الطلاق الحاضنة أو الحاضن هو المسؤول، ولذلك احنا نؤكد للأخوات خاصة المشاهدات ترى الحضانة مسؤولية وليس تشريف، مو بمعنى أنك أنت خذيت الحضانة أنه عشان أنت أفضل ولا هو أفضل، طبعا مسؤولية. لو تعرض هذا الطفل لأي مشكلة ترى أنت أول من سيسأل عن هذا الأمر. الحلو في هذه القوانين كلها انها جعلت الزواج بالفعل رجعته للقيمه الاصليه للزواج، انه هو رباط مقدس ومو اي كلام ومو اي احد يدخل هذه الخطوه او يخطوها وهو كذا يعني اخذ الموضوع سهالات، لازم يفكر ويقرر ويختار صح. استاذ محمد شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. مشاهدينا خلصت جولتنا الاخباريه، فاصل قصير ونكمل.